بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟ هل يمكن أن يتحكم في مصير البشر؟ ماذا عن هذه الروبوتات الذكية؟ هل يمكن أن تستغني عن البشر؟ هل يمكن أن تصبح أجهزة مدمرة في المستقبل؟ هل يمكن لهذه الأجهزة أن تقرأ أفكارنا وأحلامنا وطموحاتنا وأسرارنا؟ الحقيقة أنا أحببت من خلال هذا اللقاء، وأنا طبعا أجلس في هذا الجو اللطيف والحار قليلا، أن أتحدث معكم عن الذكاء الاصطناعي. هذا الموضوع أيها الأحبة يشغل بال الكثيرين، لأن معظم أعمالنا اليوم تقوم على الذكاء الاصطناعي. السيارات التي نستخدمها، أجهزة الموبايل وأجهزة اللابتوب والاتصالات الرقمية، وكثير كثير من حياتنا تعتمد على هذا الموضوع، يعني أصبح جزء من حياتنا. ولكن أنا أود هنا أن ألخص لكم موضوع هذه الحلقة في آية واحدة أو جزء من آية: ويخوفونك بالذين من دونه. الذكاء الاصطناعي أيها الأحبة مهما وصل لن يدمر الأرض ولن يتحكم بمصير العباد، لأنه أصلا يحتاج لمن يبرمجه. ولكن بعض العلماء والباحثين والإعلاميين العالميين يهدفون للشهرة ويهدفون للسيطرة على عقول البشر، فيخوفون الناس تماما مثل أزمة كورونا. خوفوا الناس، كل فترة ينتشر فيروس فيخوفون الناس. الآن موضة الذكاء الصناعي. ما هو الذكاء الصناعي أولا؟ انظر أخي الحبيب، كل هذه الأجهزة الرقمية التي نتعامل بها اليوم أساسها شخص مسلم، هو العالم المسلم الخوارزمي، هو الذي فكر كيف يصنع برنامج. لذلك حتى اليوم كلمة الخوارزميات نسبة للخوارزمي تستخدم حتى اليوم في علم البرمجة. الذكاء الصناعي أيها الأحبة هو محاولة لتقليد ذكاء الإنسان، ولكن طبعا هيهات، لأن الذكاء الصناعي كل ما تضعه من أفكار هذا الروبوت ينفذه. إذن يحتاج لمن يبرمجه. أولا يحتاج لطاقة كهربائية، يعني لا يوجد روبوت يعمل من دون طاقة كهربائية، لا يوجد روبوت يستطيع أن يتأقلم مع كافة الظروف، فقط الظروف التي تمت برمجته عليها. يعني هذا الروبوت مخصص للعمل في درجة حرارة مثلا تصل إلى 40 درجة مئوية، ونحن الآن نعاني من حر في الطقس. إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 50 أو 60 سيتعطل، لن يعمل بنفس الكفاءة لأنه غير مبرمج على ذلك. إذا تعرض للماء ستحترق أجزاؤه إن لم تكن محمية ضد الماء. إذا تعرض لصدمة قوية أكبر مما تم برمجته عليها أيضا سيفشل هذا الروبوت ولن يعمل. إذا تعطل مصدر الطاقة الكهربائية سيفشل. إذن هو عبارة عن آلة عادية جدا، ولكن كمية الشفرات والبرامج الموجودة في داخله كبيرة جدا. ويحاول هؤلاء العلماء أن يستبدلوا خلق الله بمخلوق آخر هو الروبوت، وهيهات أن يصلوا إلى ذلك. لأن دماغ الإنسان أخي الحبيب، انتبه معي، لكي لا تخدع بقضية الذكاء الصناعي ويقولون لك سيسيطرون على العالم وسيصنعون جيوش من الروبوتات مليارات ويبثونها، كل هذا كلام بعيد عن المنطق العلمي أولا والمنطق العقلي. لماذا؟
لأنك أي جهاز تصنعه تحتاج لبرمجة، وتحتاج لمصدر للطاقة، وتحتاج لأن تأخذ بالحسبان كل الظروف التي سيتعرض لها، وهذا الأمر لا يستطيع أن يقوم به إنسان. البشر جهزهم الله للتأقلم مع مليارات المتغيرات، فيستحيل كتابة شفرة رقمية أو برنامج يراعي كل هذه التغيرات. ثانيا، من أين سيحصل على الطاقة؟ الإنسان مجهز بمولدات للطاقة في خلايا دماغه وخلايا جسده، هناك مولدات، كل خلية فيها جهاز لتوليد الطاقة، مثل المولدة الكهربائية يولد الطاقة باستمرار. سبحان الله، دماغ الإنسان فيه أكثر من 100 مليار كمبيوتر صغير، أي خلية يعني. طبعا الخلية الواحدة من خلايا، أنا فقط أريد أن أعقد لك مقارنة أخي الحبيب، الخلية الواحدة من خلايا الدماغ، خلايا الإنسان، من الخطأ أن نشبهها بكمبيوتر، من الخطأ، لأن الكمبيوتر لا يتكاثر والكمبيوتر لا ينتج، الكمبيوتر فقط وسيلة عرض، ما تدخله من معلومات يعرض لك النتيجة. الكمبيوتر هو جزء من عمل الخلية. أفضل تشبيه أنا وجدته حقيقة لأحد العلماء أنه يشبه الخلية بمدينة صناعية صغيرة، مدينة صناعية فيها مولدات للطاقة، فيها تصنيع للبروتين، فيها تصنيع لمدن صناعية جديدة، تكاثر الخلايا أو انقسام الخلايا. يعني إذا كان البشر حتى الآن عاجزون عن صنع خلية، سيصنعون روبوت يفكر ويمشي ويعقل مثل الإنسان؟ بالمنطق العلمي نتحدث، الدماغ فيه 100 مليار خلية، أي 100,000,000,000 خلية، كيف ستصنع شبيها لها إذا كنت أيها الإنسان عاجز عن تصنيع خلية واحدة؟ وهناك خبر انتشر مؤخرا، تصنيع أول خلية أو خلق أول خلية، وهذا كذب. الباحث جاء بغلاف من خلية، وجاء بنواة من خلية أخرى، وضمن عمليات معينة دمج هذه وقال صنعت خلية. كيف صنعت خلية؟ يوهم الناس أنه صنعها من مواد غير حية، لا، هو جاء بمواد حية وركبها على بعضها فقط، لم يصنع شيئا. إذن الذكاء الصناعي مهم، هو يخدمنا. يعني أنا الآن أستخدم في هذا البث ذكاء صناعي، برامج كثيرة جدا بسببها أستطيع أن أقوم بإيصال هذه المعلومات لكم الآن. وبالتالي أخي الحبيب، هذا الأمر مهم جدا، ولكن يستغله البعض في تخويف الناس. وأنا شخصيا أعتقد أن هذا جزء من مشروع الشيطان الكبير. الشيطان يهدف لإضلال وإغواء وتخويف البشر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لم يقل يخوف البشر، لو قال يخوف الناس أو يخوف المؤمنين كارثة، ولكن قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والله آية لطرد الوسواس القهري، آية لطرد الخوف، فقط فكر فيها. إنما ذلكم الشيطان يخوف من؟ أولياءه، من يتبعه، من يؤمن به، هؤلاء الملحدين الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء يطبقون خطة الشيطان في تخويف البشر. الآن مثلا تخويف من درجات الحرارة المرتفعة، تخويف من حالة الطقس، تخويف من الكوارث، يا أخي كلنا سنموت،
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، كل نفس ذائقة الموت، ما دمت ستموت. المشكلة ليست في الموت، المشكلة ماذا بعد الموت؟ يعني نجحوا أيضا في تخويفنا من الموت، والموت هو عملية طبيعية مثلها مثل الحياة. الذي خلق الموت والحياة، إذن الموت مخلوق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن هذا الإله العظيم وضعنا في هذه الدنيا لعمليات اختبار، وقال لنا إياكم أن تخافوا من هذا الشيطان، فلا تخافوهم وخافوني. وهنا لفتة بلاغية لابد أن نتناولها، إنما ذلكم الشيطان مفرد واحد يخوف أولياءه، يخوف واحد، لم يقل فلا تخافوه، قال فلا تخافوهم، لأن هذا الشيطان يسير ويسيطر ويستحوذ على مجموعة من شياطين الإنس، وللأسف هم الذين يتحكمون بالعالم اليوم، يسيطر على مجموعة من هؤلاء الشياطين وهم الذين يتولون مهمة تخويف الناس. لذلك قال تعالى فلا تخافوهم، يعني الشيطان وأتباعه وجنوده، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب، الذكاء الصناعي هو عبارة عن برمجة عادية مثله مثل أي أمر آخر، لن يستطيع البشر أن يسيطروا بهذا الذكاء على شيء إلا ضمن ما هم يخططون له. يعني أنت إذا برمجت مثلا قنبلة ذرية مثل التي ألقيت في اليابان هيروشيما، وبرمجت أنها ستنطلق في لحظة معينة وستدمر وكذا، هذه غير عاقلة. لذلك حتى أنا أرى من الخطأ أن نسميه الذكاء، لأن هذه مخلوق، ليست كائنات، هي مخلوقات من خلق الله، ولكن هذه الروبوتات هي أجسام صنعها الإنسان وبرمجها الإنسان، والإنسان وضع لها قواعد كيف تسير. إذن ليس لها حرية اختيار إلا ما وضعته فيها، الخيارات التي أنت تختارها، وبالتالي كل هذه الضجة هي عملية تخويف للناس، ولن يستطيعوا الاستغناء عن البشر كعمال. لماذا؟ لأن تكلفة الروبوت الصناعي عالية جدا، تكلفة مرتفعة جدا، يعني تستطيع أن تشغل 100 شخص أوفر من أن تشغل روبوت واحد، يحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى الصيانة، يحتاج إلى تحديث تماما مثل جهاز البرنامج الذي تستخدمه على الموبايل، كل فترة يحتاج إلى تحديث ويحتاج إلى إصدارات أحدث، وهناك فيروسات تدخل. ويعني لذلك أخي الحبيب، مهما كان الأمر، أنا الذي يهمني أن لا تخاف من شيء إلا من الله. اجعل خوفك من الله، وما دام الموت هو أقصى شيء يمكن أن نفكر به، إذن يجب أن نفكر بما بعد الموت وهو لقاء الله. ولذلك أختم بهذه الآية التي أنا أحبها كثيرا حقيقة، والقرآن كله جميل ولطيف وعظيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.